إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استقر به في علم الغيب عندك، أن جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقضاء حوائجنا وسائقنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعنا على الحق وثبتنا عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع كل خير الدنيا والآخرة. نعود نكرر الحديث إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وصلنا للصلاة نور، تكلمنا عن الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، تكلمنا عن الإيمان، تكلمنا عن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تكلمنا عليها شيئا ما. وباختصار هذا الحمد نكثر منه، الله تعالى أثنى على نفسه بالحمد. نعم، شكون اللي يحمد نفسه بنصوص الله أثنى على نفسه؟ ثم أكثر الناس حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا سمي أحمد، سمي محمد، أكثر ثناء على الله، أكثر حمدا لله، يعني كان يكثر من الحمد لله، نقول الحمد لله، يحمد الله في جميع أحيانه. لهذا الحمد يطلق على جميع الأحوال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني الحمد يحمد الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، في السراء والضراء، يعني حتى في المصيبة تقول الحمد لله، ولكن في الشكر لا، لئن شكرتم لأزيدنكم. وحتى الشكر درجة عالية في الإسلام، وقليل من عبادي الشكر، لكنها في الأمور هي النعم اللي أعطانا الله التي لا تعد ولا تحصى، نشكره عليها. ولكن الحمد هو أعم من الشكر، يعني دائما نحمد الله تعالى في جميع الأحيان ديالنا، جميع الأوقات ديالنا، حتى أنه أول كلمة يمكن قلتها مرة أخرى، أول كلمة نطق بها آدم
أبونا آدم عليه السلام الحمد لله. الله الله تعالى علمه أن يقول الحمد لله بعدما عطس، لهذا العطاس من الرحمن والتتاؤب من الشيطان. ما معنى التتاؤب؟ يكتفوه من يتفوه ما تقولش وتحدث من مخبلة ما ترد ربي ها ردي الفم ديالك الفم ديالك ردي. التتاؤب من الشيطان، اما عيا اما نقص الاكسجين اما كاين شي حالات ما ماشيه هذيك، غطي الدخون ديالك. التتاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. من يعطس الانسان يقول الحمد لله، واللي حدا شخص يقول ها تشميت العاطس يرحمك الله، والاخر عايش غير الضريع والتالي غير المسلمين. هذا خصنا نتعلموا، يهديكم الله ويصلح بالكم.